أحبتي الصغار، السلام عليكم. مرحبا بكم في حصة جديدة من حصص اللغة العربية من كتاب المفيد في اللغة العربية للمستوى الثالث ابتدائي. إذن أحبتي اليوم لدينا التعبير الكتابي، إذن مجال الوقاية المدنية، إذن الأسبوع الأول الوحدة الثالثة، إذن أبين قانون السير. جميل. إذن في البداية ما تنسوش أحبتي الصغار أنكم تشتركوا عندي في القناة، تفعلوا زر الجرس، وكذلك أيضا تخليوا لي جيم للفيديو. إذا على بركة الله، أولا أخطط للكتابة. إذا أقرأ الموضوع. رأيت أن بعض الأطفال لا يحترمون قانون السير ويعرضون حياتهم للخطر، فقررت أن أنصحهم وأبين لهم قانون السير. إذا أعيد. رأيت أن بعض الأطفال لا يحترمون قانون السير ويعرضون حياتهم للخطر، فقررت أن أنصحهم وأبين لهم قانون السير. جميل. إذا دابا هنا عندنا أخطط للموضوع. إذا باش أنا نختم لموضوع ضروري نتبعوا هاد الخطط هذه، باش نديروا موضوع ضروري نتبعوا هاد الخطط هذه اللي بين يدينا. هنا البداية، الحدث، النتيجة، والنصيحة. إذا كما قلنا باش أننا نديرو تخطيط الموضوع خصنا البداية، الحدث، النتيجة، ثم النصيحة. البداية، الحدث، النتيجة، ثم ماذا؟ ثم النصيحة. جميل. إذا دابا عندنا بعض المشاهد وبعض الحكايات. عندنا هنا الحكاية الأولى، إذا ألاحظوا مشاهد أو كل حكاية هما هادو. عندنا ثلاثة الحكايات. إذا ألاحظ مشاهد كل حكاية وأستعين بالخطط ثم أعبر شفاهيا عن كل حكاية. جميل. إذا كما كتلاحظوا معايا هنا عندنا في الحكاية الأولى، هنا المشهد الأول، طفل صغير إذا يود أن يمر إذا من الطريق لكنه لم يسلك ممر الراجلين. إذا هنا طفل بغى يقطع الطريق ولكنه لم يسلك ممر الراجلين، إذا فهذا خطر. إذا النتيجة هي هذه، أنه لم يسلك ممر الراجلين، جات سيارة وضربته. إذا أحسنتم. إذا جميل. إذا هنا النصيحة، إذا يجب علينا احترام إذا قانون السير أو قانون السير، إذا واحترام مسار الراجلين، وكذلك أيضا احترام إشارات الضوء، الإشارات الضوئية، إذا الأحمر والأصفر والأخضر. جميل. إذا طفلة إذا قامت بقطع ممر الراجلين، إذا لكنها إذا تتصادف بدراجة نارية تضربها. إذا جميل. إذا الخطأ هنا خطأ الدراجة لأنه لم يحترم إشارة المرور. جميل. إذا هنا ضروري أننا نحترم إشارة المرور كراجلين وكسائقين. هنا عندنا الحكاية الثالثة. إذا كما كتشوفوا سيارات تتجه إلى اتجاه واحد، لكن هنا طفل صغير يتجه عكسهم، إذا خدا عكس الاتجاه ديال السيارات، والنتيجة أنه اصطدم بأحد إحدى السيارات. إذا فيجب دائما أن نحترم إشارات المنع. إذا هذه إشارة المنع، إذا ممنوع أنه يدور في الجهة هذه. إذا دائما يجب أن نحترم إشارات المنع. جميل. إذا دابا هنا عندنا أختار حكاية وأكتب جملة أو جملتين عن كل مشهد وأربط بين هذه الجمل. إذا نختار الحكاية الثالثة. إذا كنا نقول أحبتي الصغار، نلاحظ أن طفلا يركب دراجة في الاتجاه المعاكس مما سبب له حادثا مروريا، لذا يجب دائما أن نحترم إشارات المرور وإشارات المنع. جميل. إذا وإشارات المنع. إذا أعيد. نلاحظ أن طفلا يركب دراجة في الاتجاه المعاكس مما سبب له حادثا مروريا، لذا يجب دائما أن نحترم إشارة المرور وإشارات المنع. إذا جميل. لأن هذه هي إشارة المنع، هذه اللي كتشوفوا معايا هي هذه. أحسنتم. إذا ضروري أننا نحترم هذه الإشارة هذه، إلى لقينا الإشارة في شي طريق ما خصناش ندوزو منها حيت يمنع منعا باتا المرور من هذه الطريق. إذا كما دار هذا الدري هذا أو هذا الطفل هذا، عنده هنا إشارة المنع ها هي، لكنه رغم ذلك اتجه في اتجاه معاكس مما أدى له إلى حادث مروري،
أصيب على إثره بما أصلا قام بعرقلة السير أولا ثم أصيب، إذن ثم نقل إلى المستشفى. لذلك فيجب دائما احترام إشارات المرور وإشارات المنع. جميل، إذن هكا أصدقائي الأطفال سنة الحصة ديال اليوم، ما تنساوش تشتركوا في القناة، تفعلوا زر الجرس. إذن دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.